نجحت الفارسة السعودية خلود المختار في تجاوز 40 فارسا في حين كانت المرأة الوحيدة بينهم، وأنهت سباقا طويلا لاختبار القدرة والتحمل استمر 7 ساعات. وهنأ صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال الفارسة مختار بوصفه مالكا للإسطبل، والذي مثلت وتعد من أبرز فارساته. عبر الهاتف تنضم لنا الفارسة السعودية خلود مختار. أهلا بك خلود. أهلا وسهلا، حياك الله خلود. كلمينا عن المنافسة اللي شاركتي فيها وكيف استطعتي الوصول إلى هذه المرتبة. أولا أشكر صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال على دعمه الدائم والمستمر من بدايتي إلى ما وصلت إليه الآن، الحمد لله رب العالمين. هذا بعد فضل الله علي ودعمه، صراحة وصلت لمرحلة ما وصلها أحد من قبل من الفارسات يعني المملكة. وأما بالنسبة للاختبار اللي أنت بتقول عليه اختبار، هو صراحة كان اختبار قوي إني أنا أنافس 40 فارس، كانت في صعوبة صراحة، كان في تحدي بالموضوع، لأنه كان الأمير الله يطول بعمره قال لي ما راح نرضى أقل من الأول. فالحمد لله كان تحدي أولا إني أنا راح أثبت وجودي، وكلمته هذه خلتني تشجع أكثر إني أنا أنافس بقوة. والحمد لله كانت الأرضية جدا صعبة، منافسة جدا صعبة وفي بلدي، وكنت كأول فارسة، فالحمد لله اشتغلناها وحققنا الإنجاز الأول. جميعنا فخور خلود بالإنجاز اللي حققتيه، لكن أسألك عن ردة فعلك بعد تغريدة الأمير الوليد بن طلال. أسألك اليوم عن كيفية تعامل الأمير معك، لكن خليني أسألك وش مثلت لك يعني هذا الدعم وهذه الرسالة من الأمير الوليد، وش مثلت الخلود؟ ما كانت يعني متوقعة، ولكن كنت أمل الكثير، ويجاني أكثر من هذه التغريدة صراحة. فاجأتني التغريدة، فاجأني دعمه الدائم، فاجأتني هديته، فصراحة ما أقدر أوصف يعني، في كنت فرحانة لدرجة أني أنا بكيت صراحة. ما حد يقدر يلومك خلود، لكن خلينا أسألك عن التواصل الدائم بينك وبين يعني من خلال الاسطبل، من خلال أنك إحدى فارسات هذا الاسطبل. كيف تعامل الأمير الوليد؟ كيف اهتمامه في الخيول والاهتمام أيضا بك كفارسة سعودية؟ سمو الأمير بيهتم بكل تفاصيل إحنا عايشينها، لأي موظف أو لأي أحد يلتحق بمؤسسة الوليد بن طلال ما بيفرق بيننا أبدا. دعمه دائم، توجيهه دائم، نظامه صراحة يعني ما في حاجة بتصير في التدريبات إلا ويكون متواصل معانا. مدربنا القدير نجيب البرجس صراحة كمان كان يعني بيعطيه أول بأول بأي حاجة، أي مسجدات بتصير للفريق. التحاق بالفريق ما كان هالسنة، التحاق بالفريق أنا من 2010 وأنا في الفريق، والحمد لله حققت إنجازات يعني في الفريق خلال هالفترة كلها. سمو الأمير كان بيدعمني. احنا نتكلم عن 10 سنوات خلود الآن، انت مضيتي نعم. انت داخل ال 11 سنة نعم. تقريبا صحيح؟ نعم. خلود طبيعي انه الفوز هذا يحفزك يعني جانب الطموح لديك لخطوة لاحقة. وش الخطوة اللاحقة؟ وش الهدف الجاي عند خلود؟ الهدف اللاحق ان شاء الله الوصول للعالمية بإذن الله، وهذه بدايتها. الحمد لله أنا اشتركت سباقين 120 على نفس الحصان، وبقي لي إن شاء الله 160 كيلو لازم يكون على نفس الحصان عشان ألتحق وأدخل منافسة كأس العالم. وإن شاء الله إن شاء الله إني أنا أوصل لهالمكان اللي الناس مستنيته، وأهدي هالمنافسات لجمهوري وأولهم داعم الأول الوليد بن فراس.
تستاهلين ويستاهل سمو الأمير. شكرا لك خلود مختار الفارس السعودية، نتمنى بإذن الله أن نرى طموحاتك تتحقق قريبا بإذن الله، ليس غريبا على سمو الأمير أن نجد هذا الدعم الموجه للمرأة. احنا من أكثر من عقدين الأمير كان لديه وجهة نظر فيما يتعلق بتمكين المرأة السعودية في كل المجالات التي رأينا فيها المرأة السعودية تدخل من خلال شركة المملكة وتساهم في تنمية ونماء هذا الوطن. عودة لكم بعد الفاصل.